مرحبا، كيفكن؟ اليوم رايحين على ميدلين يلي هي واحدة من أحلى مدن كولومبيا، ويلي مشهورة لأنها مدينة بابلو سكوبار يلي هو واحد من أشهر تجار المخدرات بالعالم. ميدلين هي ثاني أكبر مدينة بكولومبيا، وبتصير بوادي بجبال الأنديز يلي بشمال كولومبيا. المدينة فيها مناطق فقيرة كتير ومناطق حلوة، فلازم تعرفوا وين تنقوا الأوتيل تبعكم. السياح عادة بيقعدوا بمنطقتين، إما قلب البلادو يلي قاعدين فيها أو مركز المدينة القديم. منطقة قلب البلادو فيها كتير مطاعم ومحلات. بكل كولومبيا رح تشوفوا رسم جرافيتي على الفيسبوك. رح نروح أول شي على كومونا تريثي يلي هو من المناطق العشوائية يلي كانت مشهورة بالجريمة. المدينة بالثمانينات كانت أخطر مدينة بالعالم، لأنه كان فيها عصابة ميدلين كارتير يلي عاملها بابلو سكوبار يلي رح نزور بيته بجولتنا اليوم. بابلو سكوبار كان أخطر تاجر مخدرات بالعالم لوقت ما انقتل بال 1993، والعصابة يلي عملها كانت مسيطرة على المدينة وتهرب مخدرات للعالم كله. هذا الحي اللي رايحين له كان واحد من مراكز العصابة، بس بآخر كم سنة عمل فيه مشاريع تطوير وصار من المناطق السياحية بالمدينة. وهذا الحي كمان كتير مشهور بالرسمات الجرافيتي. الحي صاير بمنطقة الجبال اللي اطراف المدينة من ناحية الغرب. حتى كولومبيا تخلي المنطقة سياحية عملوا دراج كهرباء ومسارات مؤمنة للسياح. المنطقة ظلت فقيرة كتير، بس العالم صارت تبيع منتجات للسياح بدل ما تعتمد على عصابات. وصلنا على الكورنيش اللي عاملينه بالحي فوق. الإطلالة من هون حلوة كتير، بس البيوت فقيرة كتير. الحي هو منطقة عشوائيات مبنية على رأس الجبل، بس صار بآخر كم سنة من أهم مناطق السياحة بالمدينة. الحي بيعيش فيه أكثر من 100,000 نسمة، وكلهم أكيد تحت خط الفقر. بال2002 حكومة كولومبيا حاصرت الحي لحتى تطلع منه العصابات، وصار في معارك شوارع بالمنطقة، وبعدين عملت فيه مشاريع تطوير لحتى السكان يصير عندهم خيار تاني غير إنه يشتغلوا عند العصابات. فصار الحي منطقة رسومات وموسيقى ومنطقة سياحية. طلعوا كيف عاملين زحليطة للأولاد بهاي المنطقة الضيقة. قبل ما يعملوا هذا الدرج كان لازم تطلعوا 380 درجة لتوصلوا للكورنيش. رغم انه المناظر حلوة، بس المشكلة انه الشعب كتير فقير. طول ما لكم ماشيين رح تشوفوا عالم مطعم العروض، وحتى العالم تعطينا شوية مصاري. لأنه التنقل بين المناطق العشوائية يلي بالجبال صعب كتير، وما بيقدروا يعملوا كتير شوارع، فالتلفريك هو وسيلة التنقل الرئيسية بالمنطقة هون. يعني بدل ما يبنوا مترو عاملين هذا التلفريك. المناظر يلي بتشوفوها بالتلفريك حلوة، بس كمان بتورجيكم قديش المنطقة فقيرة. هاي المناظر كتير بتشوفوها بأمريكا الجنوبية، مناطق عشوائية فقيرة وجنبها مناطق حديثة مفصولة عنها. ميدلين هي أول مدينة بالعالم تستخدم التلفريك كوسيلة نقل عامة، وفي كتير مدن جبلية بأمريكا الجنوبية عملت مثلها بعدين. المدينة بيسكن فيها 2.5 مليون نسمة. هلأ رايحين على واحد من بيوت بابلو سكوبار. طلعوا مدخل البيت قديش ضيق. بابلو سكوبار كان عنده شي 70 بيت حوالين المدينة، وبيضل بيتنقل بيناتهم لحتى ما تلقطه الشرطة. في أكثر من بيت عاملينه متحف لإله، بس هذا أحسن واحد من بيناتهم لأنه يلي عامله هو أخوه.
بيخلوكم تستنوا شوية على الباب لحتى تحسوا بالأجواء. أخو لبابلو اسكوبار اسمه روبرتو، وبعد ما طلع من الحبس عمل هذا البيت متحمس. هذا هو روبرتو اسكوبار وبتقدروا تتصوروا معه. تعملوا جولة بالبيت وبحكولكم على قصص بابلو اسكوبار. وهي صورة الأخوين عليهم جائزة 10 مليون دولار. ممنوع تصوير الفيديو بالبيت بس رح ناخد كم لقطة ان شاء الله ما يحسوا علينا العصابة. هون بيحكوا كيف كان بالبداية بالبرلمان كولومبي. وهي الفتحات اللي بالسقف بتلاقوها وين ما كان لحتى يقدروا يهربوا وقت تجي الشرطة. بابلو اسكوبار من اشهر رجال العصابات الكولومبية، ولفترة طويلة كان أغنى وأخطر رجل بالعالم، وجزء كبير من شهرة مدينة ميدلين جاي من وراه. هذا المكتب فيه الدراجة المخفية اللي كان يخبي فيها المصاري، ولأنه كان كتير معه مصاري فكان يحولهم لألماس ويحطهم بهاي الخزنة. وهذا واحد من المخابئ المخفية اللي بتلاقوها كتير بالبيت. وعلى هاي الطاولة كانت الاجتماعات تبع العصابة تصير. روبرتو بعد ما قضى شي 20 سنة بالحبس طلع وجمع شوي من مقتنيات أخوه وحطهم بهذا المتحف. وبهي الصورة بيورجيكم كيف كان يستخدم الهليكوبتر ليخلي أولاده ينطوا على المسبح. بابلو كان دائما عنده مشاكل مع العصابات التانية، يعني مو بس الشرطة كانوا يلاحقوا. رح نرجع هلا على الاوتيل شوي ورح نطير الدرون لحتى نشوف المدينة من فوق. ارتفاع المدينة بحدود 1500 متر فوق سطح البحر، فهالشي بيخلي الجو فيها دائما ربيعي. ورح نروح هلا على بلدة بايسا. البلدة موجودة جوا مدينة ميدلين على تلة صغيرة. المدينة تأسست بال 1616 على ايد الاسبان، وظلت مجموعة قرى صغيرة لل 1826 لما عملوها عاصمة مقاطعة انتيكوا، تاركين الأبنية بالمنطقة مثل ما كانت أيام الإسبان، فصايرة مثل متحف بالهواء الطلق. الأبنية حلوة كتير رغم أنها بسيطة، يمكن الألوان عطيتها جمال. البلدة ما ضل فيها سكان، صحبت بس منطقة سياحية، والعالم تجي لهون مو بس مشان البلدة القديمة، كمان لأنه من هاي التلة في واحدة من أحلى الإطلالات على المدينة. من هون بيبين مطار المدينة القديمة والقسم الحديث من المدينة. وطبعا ما بيصير بلا فرقة موسيقية عم تعزف أغاني كولومبية. وهلا رايحين على مركز المدينة. كان عم ينزل مطر فاجتمعوا البسطات تحت الجسر. هذا قصر الثقافة اللي هو بمركز المدينة.
هاي المنطقة اسمها سنترو وهي مركز المدينة. هذا المبنى هو المول القديم لمركز المدينة، بس الظاهر سكر لأنه تأخر شوي الوقت. بمركز المدينة بتلاقوا في أبنية فخمة على الستايل الإسباني. واحد من أشهر الفنانين الكولومبيين اسمه بوتيرو، وهو مشهور بهي التماثيل اللي بتحسوها منفوخة، فعاملين ساحة كاملة باسمه قدام قصر الثقافة. هذا نفسه اللي عمل تمثال الحصان اللي بتلاقوه عند برج خليفة. كولومبيا دولة رئيسية بأمريكا الجنوبية، وخصوصي بالقصص اللي لها علاقة بالثقافة والفنون، ولهيك بتلاقوا في كتير اهتمام بهالقصص هون. وهلأ وصلنا على ساحة سيمون بوليفار يلي هو بطل تحرير بأمريكا الجنوبية. هاي الكنيسة الرئيسية بالمدينة. المبنى مو قديم كتير، انبنى بال1930، بس مبني على الستايل القديم تبع أوروبا. وحوالين المنطقة في كتير أسواق للتذكارات السياحية. ألوان المنتجات هون كتير مميزة، والأسعار ما كتير غالية بالمقارنة مع كندا. المفروض هدول العواميد يضووا بالليل، بس بصراحة يمكن ما نضل الليل لأنه ما بعرف إذا المنطقة رح تكون آمنة، مع أنه نسبة الجريمة كتير انخفضت بميدلين بآخر 10 سنين، بس لساته يفضل تبقوا بس بالمناطق الرئيسية لما بيكون الدنيا ليل. هاي ساحة سان أنطونيو يلي كمان بمركز المدينة، ومثل كتير مدن بأمريكا الجنوبية مع المغربيات بصير في موسيقى ورقص الساحة. الرقص شغلة رئيسية بثقافة أمريكا الجنوبية، وأحلى شي لما بتشوفوا هيك جماعات لسكان المدينة مو للسياح. وهي الكنيسة بنفس الساحة، بتحسوا نفس نمط البناء تبع المكسيك يلي كمان مأخوذ من الستايل الإسباني. بهاي الساحة في 23 تمثال للفنان الكولومبي بوتيرو، لأنه مدلين هي عاصمة المقاطعة ومن المدن الكبيرة بكولومبيا، فبتحسوا في كولومبيين جايين من الأرياف يتفرجوا على المدينة كمان. مدلين من أحلى مدن كولومبيا، ورغم أنه ماضيها كان مرتبط كتير بالمخدرات والجريمة، بس هلأ صايرة من المدن السياحية الآمنة بكولومبيا. رح نرجع هلأ على إلبو بلادو يلي قلنا أنه فيها كتير أجانب. هون المنطقة ما بتنام، وفيها أسواق ليلية ومناطق للسهر، وهي من المناطق الآمنة لحتى تمشوا فيها بالليل. هيك بتكون خلصت رحلتنا لليوم، بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو، تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. يلا باي.